السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طار الجولة الثانية طبعا ومعاهم في نفس المجموعة النيجر ومنتخب الجابون. لقاء أول لمنتخب مصر في تعادل كان سلبي أمام منتخب النيجر، ومنتخب مالي متصدر هذه المجموعة برصيد من جامبيا. إعلان انطلاقة المباراة وبداية اللقاء، منتخب المصري النهاردة يلعب على يسار الشاشة في هذه المباراة. كل التوفيق في منتخب طبعا المنتخب المصري، وكل إن شاء الله الأمنيات مهم والتوفيق كمان مهم في هذه المباراة. والحديث عن الترشح ثلاث مقاعد ونصف، لأن بيصعد الثلاثة الأوائل عن قارة أفريقيا، ورابع أفريقيا هيلعب مع رابع آسيا إن شاء الله، ورابع آسيا هيتحدد بقى في شهر مايو من العام القادم. تزيدة حلوة حلوة، كرة حلوة، كرة محمود صاب، منتخب المصري استلام حلو قوي، الهدف الأول يا ولد، يا على جمالك، يا يا على جمالك، انطلاقة حلوة حلوة، كرة وابراهيم عادل. ابراهيم عادل هنحكي ونقول على ابراهيم، واحد من اللعيبة اللي شاركوا في اولمبياد طوكيو، يضع هذه الكرة، عارف الطريق للاولمبياد ويسجل امامنا. ابراهيم عادل كرة لا تصد ولا ترد، حلوة 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 ان شاء الله. النهاردة الابواب هتكون مفتوحة، ابواب ايه؟ ابواب الخير وابواب الانتصار. بص الاستلام يا ولد، يا ولد يا اسامة فيصل، اسامة فيصل، وبص التحرك هنا يا عيني على التحرك. بص ابراهيم، بص ابراهيم، بص ابراهيم، بص ابراهيم، اوه بوم ابراهيم، حلو ابراهيم امامنا اهو. بص ابراهيم عادل، بص ابراهيم عادل، عادل العادل امامنا اهو، والله طبعا في اللقطه الماضيه، لكن هدف فص حق للمنتخب المصري. كان ايه؟ كان ابراهيم عادل كان شايل لنا العيديه في هذا الهدف الجميل. لكن بص التحرك، شوف التحرك اللي بدون كوره، شوف التحرك اللي بدون كوره ابراهيم عادل، وشوف الديلي اللي عمله اللعيب قوي اسامه فيصل. لكن ابراهيم ايه يا ولد، يا ولد، هدف ايه؟ هدف جميل 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 الحقيقه. يتصدر الهدافين عبد الصمد الزلزولي لاعب وفريق نادي طبعا برشلونه المعار في المغرب ومصر، وكانت مصر تفوقت على السنغال في الثالث والرابع. ادي امامنا اختراق وخارج خارج منطقه الجزاء، وحكم اللي امامنا هنا كره ثابته. اللاعب ديوموندي، ديوموندي ابو بكر تراوري، اعتقد ابو بكر تراوري. نشوف امامنا هنا مين اللي هيسدد، مين اللي هيسدد؟ ثلاث لاعبين عند الكوره، كوره خطيره جدا، تسديده يا سطار، يا سطار، كوره مسدده خطيره من جانب الله. لكن المرتدة اللي بنتكلم عليه التحول المرة دي، أسامة فيصل، أسامة، أسامة انطلق أمامنا، أسامة فيصل انتظار إن بيدي فرصة ليمرر إلى أمامنا المنطلق، عيد عيد عيد، خطيرة جدا الحقيقة بتاعت اللاعب اللي عملها هو ديوموندي. وبص إبعاد ثم ارتداد الكرة، فدائية فدائية غير عادية أمامنا هو من حمزة علاء في إبعاد هذه الكرة، والمرة الثانية كمان شالها، شال مرتين، شال الكرة بتاعت ديوموندي وشال كرة دومبيا، فرصة مزدوجة. وبص بقى، أوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر على الكرة دي أمامنا هو إبراهيم سيسي، إبراهيم سيسي يزيد في وسط الملعب مع ابو بكر تراوري لاعب ولفرهامبتون. ادي امامنا تكمله هنا من احمد عيد، احمد عيد يلعبها حلوه، اسامه فيصل يعملها حلوه قوي لعيد، طمع طمع يا راجل، طمع عيد على التحرك، فاهمين بعض بشكل مميز، ابراهيم عادل واسامه فيصل التحركات المميزه. وشوف بقى هنا كم لاعب داخل منطقه الجزاء، محمود صابر موجود، احمد عاطف قطه جوه منطقه الجزاء، وكان في متابعه وفولو. ادي كوره لاسامه فيصل لكن يمسكها على طول، ظابطين وسط الملعب. وادي التمريرات اللي بقول لحضراتكم عليها، وادي التحرك، احمد عاطف قطه، يعني نوع من التناغم، قطه خد ركنيه، خد ركنيه، طنبوره امامنا، وبداوا يركزوا على هذه الكرات، بداوا يلعبوا الكرات العاليه اللي قلت لحضراتكم بقى يبقى فيها مشاكل كثيره، وراسيه من شيخنا دوميا مرت بامان وترتطم الكره في اعلى امامنا، هو اللي لعبها، دخلوا على بعض الاثنين، لكن لعبها مين؟ لعبها اللي هو ديوموندي. المره دي بص الكره كاننا ايه؟ كاننا بنلعب رجبي او بنلعب كره قدم امريكيه، وكره يعني بيطالب فيها المنتخب المصري. بص امامنا الكره، كره كانت لاحمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا. بص القدم الشمال للاعب احمد ديوموندي، بص القدم الشمال لاحمد ديوموندي، بص رجله الشمال
المباراة مع التعزيز إن شاء الله بهدف تاني فيما هو قادم اللقاء. إبراهيم عادل يا ولد العين، إبراهيم محمود صابر على طول يا ولد، حلو من محمود جهاد، نقلة حلوة، وادي المساندة حاتم سكر، ما تستعجلش احتفظ بكورتك، هادي على طول يا ولد على المرور، إبراهيم عادل بمهارة يطمع إبراهيم، يطمع إبراهيم يا راجل يا راجل، مش معقول أحمد نبيل كوكا إيه كأنه بيريحها، لكن لسه الخطورة، فرصة كبيرة، ثلاثة على الكورة، ثلاثة على الكورة، وأحمد نبيل